مدينة الحسين الرياضية أو مدينة الحسين للشباب مدينة رياضية أردنية تقع في قلب العاصمة عمان، والتي أنشئت في عام 1964 من زمن الملك الراحل الحسين بن طلال، وتحتوي على عدد كبير من المرافق والساحات والقاعات لمختلف الرياضات، منها كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من الرياضات، والتي أنشئت كنموذج إقليمي فاعل في دعم الحركة الرياضية والشبابية في الأردن وغيرها من الدول. تابعونا في هذا التقرير للمعرفة أكثر عن هذه المدينة. أعزائي المشاهدين، نلتقي مع مدير عام مدينة الحسين للشباب الرياضية مع عطوفة الدكتور عاطف أرويضان. الله يعطيك العافية ويسعد صباحك. الله يعافيك، أهلا وسهلا، يعطيك العافية فريق البرنامج المتميز وقناة الحقيقة الدولية اللي دائما متواجدة في كل الأحداث الرياضية والشبابية. أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتور. دكتور، احنا يعني المدينة الرياضية هي أحد يعني تعتبر صرح رياضي معروف لدى الأردنيين. اليوم حابين نلقي الضوء على المدينة الرياضية منذ تأسيسها بداية والدور الرئيسي في دعم مواهب الشبابية والرياضية. يا سيدي، طبعا أول شيء صباح الخير لجميع المشاهدين. مدينة الحسين للشباب اللي أنشأت وبدت فكرة إنشائها وكانت هدية من جلالة المغفور له الملك حسين الله يرحمه، كانت هدية للشباب الأردني وللشعب الأردني، وهي كانت مكرمة من مكارم الهاشميين المتعددة عبر الدولة الأردنية. طبعا هي كانت بدايتها انقوطات اللي اجت للمغفور له بمولد سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. تم تجميع هذه النقوطات وتم تشكيل لجنة لتأسيس مدينة رياضية، وطبعا يعني تم جمع الأموال لبناء المدينة، والله يرحمه دولة المغفور له أحمد اللوزي يعني خبرني أنه كان من ضمن اللجنة اللي هم شاركوا في جمع التبرعات بالإضافة للنقطات اللي حكينا فيها حتى يلبوا مكرمة سيدنا بإنشاء مدينة الحسين للشباب لإهدائها للشباب الأردني. طبعا المدينة منذ تأسيسها بدأت في خدمة المجتمع المحلي وخدمة الرياضة الأردنية وخدمة حتى يعني القطاع العام من خلال الاحتفالات المتعددة ومن خلال يعني الميزات اللي موجودة في مدينة الحسين للشباب. مدينة الحسين للشباب تمتاز أنه هي يعني تقع على مساحة من الأرض، مساحتها 1200 دونم يعني واسعة، وفيها العديد من المنشآت الرياضية، فيها قاعات، قاعة اللي هي صالة سمو الأمير حمزة، وفي عندنا صالة سمو الأمير راشد، وفي عندنا قصر الرياضة، وفي عندنا صالة الأرينا، في عندنا صالة للمبارزة، في عندنا صالة اليرموك وموتا، صالات متعددة لممارسة مختلف أنواع الرياضة، وفي عندنا ملاعب مكشوفة، استاد عمان الدولي واستاد البتراء وملعب الكرامة وملعب الكرة الشاطئية، يعني كلها هاي لخدمة الاتحادات الرياضية طبعا، والمركز الفروسية وملاعب الواعدين. طبعا مدينة الحسين للشباب يعني تمتاز انه هي فيها تقريبا 28 اتحاد رياضي داخل المدينة، وفي عندنا أيضا تستضيف المدينة مقر اللجنة الأولمبية الأردنية. طبعا مدينة الحسين للشباب إلها أنشطة متعددة بالإضافة للأنشطة الرياضية. في عندنا قصر الثقافة اللي بتسع لحوالي 1800 شخص، وتقام فيه العديد من المناسبات سواء كانت اجتماعية سواء كانت فنية أو كانت يعني ثقافية، ففي نشاطات متعددة، وخصوصا يعني يقام في المناسبات الوطنية اللي تم الاحتفال فيها. أيضا في عندنا جانب من النشاطات، في عندنا الغابة الرياضية وساحات المدينة اللي بتستضيف زوار المدينة الرياضية سواء كان للتنزه الرياضي
أو لممارسة رياضة المشي. طبعا في عندنا مضمار بالغابة الرياضية مخصص لرياضة المشي، طوله حوالي 2 كيلومتر، بالإضافة أنه في جو يعني هو جاي بوسط غابة ووسط أشجار، وإلك تتخيل في وسط عمان يكون مكان قريب بهالميزة هاي. فكثير رواد المدينة وزوارها بزيد عددهم تقريبا في أيام الخميس الجمعة السبت اللي هي أيام العطل، وأبواب المدينة طبعا مفتوحة لكل الناس هذول اللي هم بدهم يجوا لممارسة رياضة المشي. لكن يعني مرات بيجي زوار ما بيكونوا عارفين انه المدينة هاي للرياضة الترويحية لرياضة المشي، بفكروا انه هي للتنزه العائلي او غيره. المدينة هي ليست للتنزه العائلي وليست مخصصة لبعض الأمور الأخرى مثل الشوي والأرجيلة وغيرها، وهي بنعاني منها كثير من زوار المدينة. طبعا يعني أيضا من ضمن نشاطات المدينة أنه في عندنا احنا نادي المدينة، نادي مدينة الحسين للشباب، وهو نادي أنشئ عام 1970 ويحوي العديد من الأنشطة في مسابح متعددة. في عندنا هيلث كلب الجيم، في عندنا ملاعب للتنس، ملاعب الاسكواش، في دورات تدريبية لتعليم السباحة، في عندنا دورات تدريبية لتعليم التايكواندو والكاراتيه وبعض الألعاب الأخرى المتعددة. نادي المدينة أيضا رافد رئيسي للرياضة الأردنية، في عندنا 5 ألعاب احنا بننتسب فيها للاتحادات الرياضية، ونتائجنا دائما هي تتراوح ما بين المركز الأول والثاني بهذه الألعاب مثل لعبة السباحة، كرة الطاولة، السكواش، الريش الطائرة، هذه الألعاب اللي احنا طبعا والتنس اللي احنا متميزين فيها في نادي المدينة. بالإضافة مثل ما بتعرف يعني نادي المدينة في العديد من القاعات، قاعة عمان الكبرى وقاعة الحديقة وقاعة أهلة اللي بتستضيف العديد من الأنشطة سواء كانت ثقافية أو مناسبات اجتماعية أو يعني مناسبات أخرى إلها العلاقة بالاحتفالات الوطنية. طبعا أبواب النادي مفتوحة للانتساب العائلي للعائلات أو لممارسة يعني اللي هي اللياقة البدنية واكتسابها. بالإضافة أنه إحنا عندنا مدينة الحسين للشباب يعني فيها العديد من الساحات اللي بتستضيف أنشطة متعددة مثل المعارض وغيرها. هذا باختصار يعني مدينة الحسين للشباب، فإحنا بنقدم خدمات ليس لدينا أنشطة إحنا بنقوم فيها، لكن هي تتلقى وهي في خدمة الرياضة الأردنية، في خدمة الاتحادات من خلال الملاعب اللي موجودة فيها، من خلال الصالة الرياضية. فإحنا منشآتنا تحت تصرف الرياضة الأردنية والمجتمع المحلي. منذ 3 سنوات يعني كان بتوجيهات من سيدنا وبدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وطبعا بجهود مميزة من صاحب السمو الملكي الأمير علي اللي سعى لأنه يكون الأردن هو المحطة لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت سن 17 بكرة القدم. طبعا يعني البطولة هي بطولة مهمة جدا، لأول مرة دولة عربية تستضيف يعني تظاهرة بكرة القدم على المستوى الدولي، وخصوصا أنه هي بطولة أيضا للسيدات. طبعا البطولة كان في لها متطلبات كثيرة، من متطلباتها أنه كان في 4 مدن لازم يتم تهيئتها للمباريات الرسمية، و16 ملعب تدريبي للفرق المشاركة، وملعب تدريبي للحكام. فكان نصيب وزارة الشباب أنه احنا كان في عندنا 3 مدن تم تأهيلها لاستضافة البطولة، مدينة الأمير محمد بالزرقاء، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الحسين في عمان، بالإضافة إلى
استاد الملك عبد الله بالقويسمة، وكان نصيبنا حوالي 12 ملعب تدريبي، وأمانة عمان كان في عندهم تقريبا 6 ملاعب تدريبية. طبعا يعني هذا الحكي شكل يعني استنهاض للهمم، وبتوجيهات معالي الوزير وعطوفة رئيس المجلس الأعلى للشباب السابق كان في كوادر مدينة الحسين للشباب وكوادر وزارة الشباب بالذات بأكملهم ودائرة الشؤون الهندسية ومهندسينا في كل المدن. منذ 3 سنوات يعني بدأنا الإعداد والتجهيز لهذا الحدث الرياضي المهم بالنسبة للمملكة، وهو أهم حدث رياضي وباعتقادي يعني أهم حدث رياضي على المستوى العربي بكأس عالم بهالمستوى. طبعا يعني كانت الفائدة عظيمة جدا من استضافة كأس العالم للسيدات. ما تنسى أنه يعني الملاعب اللي حكينا عنهم التدريبية كان جزء منهم لأندية المحترفين في العاصمة عمان، وجزء منهم كان بمنشآت للوزارة، وجزء كان في من المجتمع المحلي. طبعا يعني هذول إرث تم اكتسابه الآن، يعني الملاعب اللي موجودة، التحسينات اللي طرأت على استاد عمان، مقاعد الآن لكافة الجماهير، مقاعد مرقمة الآن أصبح يعني أونلاين، ممكن أي شخص يحجز لمباراة ويحضر المباراة بالمقعد اللي بده إياه وبالمكان اللي المميز اللي بده إياه. بالإضافة أنه الآن كمان أصبح عندنا سيستم للإضاءة، إنارة على المستوى العالمي، يعني تتواءم مع متطلبات الاتحاد الدولي الفيفا لبث المباريات بالجودة الإضاءة اللي احنا بنعرفها. بالإضافة في عندنا أيضا نظام صوت، في عندنا مضمار جديد يعني تم تركيبه في استاد عمان، ملعب ما شاء الله شفت قديش كان متميز بالبطولة، يعني يضاهي الملاعب بالدول المتقدمة بهالمجال. أيضا صار في عندنا يعني استعدادات أخرى، وهذا إرث اكتسبناه من البطولة، اللي هو المحولات الكهربائية اللي الآن ما عاد في عندنا انقطاع، في عندنا الانقطاع الآن زيرو، يعني أقل من رمشة العين بيكون يعني اشتغلت الإضاءة. بالإضافة أنه في عندنا لوحة إلكترونية الآن يعني صارت في استاد عمان الدولي، لوحة متميزة فيها كافة الميزات لمثل هذه الأحداث الرياضية. أيضا استاد البتراء الآن صار فيه مقاعد وصار فيه صيانة، صار في عندنا مركز إعلامي متميز يعني على مستوى الشرق الأوسط لاستضافة الإعلاميين اللي بيحضروا تظاهرات. أيضا كان في عندنا من ضمن المتطلبات بعض القاعات والمكاتب اللازمة لإدارة استاد عمان الدولي لمثل هذا الحدث، فكان في عندنا مبنى الخدمات اللي تم إضافته إلى استاد عمان الدولي، واللي فيه بعض المكاتب وفي قاعة للفي آي بي، وهذا طبعا إرث يعني للرياضة الأردنية. بالإضافة ملعب الكرامة عندنا بمدينة الحسين للشباب ما كان عندنا ملعب بشكل قانوني، الآن أصبح ضمن القياسات القانونية موجود عندنا، وهذا طبعا كان مكسب للرياضة الأردنية. بالإضافة أنه صار في تحسينات أخرى لمداخل المدينة ونظام مراقبة كاميرات وشبكة الفايبر الأرضية اللي الآن يعني أصبحت تسهل عملية الاتصال وعملية المراقبة داخل المدينة. يعني هذا أنا بحكي لك على مستوى مدينة الحسين للشباب، وإلك تقيس الحكي هذا كله موجود صار بمدينة الحسن بإربد وبمدينة الأمير محمد في الزرقاء. يعني توجيهات معالي الوزير رامي وريكات الآن يعني أنه هاي الأمور إرث يعني كثير يجب المحافظة عليه. طبعا يعني الآن أنت بتحكي عن منشآت رياضية جاهزة قادرة على استضافة يعني أحداث رياضية أكبر من الحدث اللي استضفناه. الآن مثل ما سمعنا أنه راح يكون في عندنا تصفيات آسيا
لكرة القدم عام 2018، وهذا طبعا يعني إشي بيميز الأردن عن الدول الأخرى، أنه الآن أصبح عندنا ملاعب رئيسية جاهزة، مواصفات الفيفا متوفرة في المنشآت الرياضية اللي عندنا، ملاعب تدريبية أصبح الآن جاهز عندنا على مستوى. فهذا طبعا يأهلنا بكرة لسببين: السبب الأول أنه احنا قادرين على استضافة التظاهرات الرياضية على مستوى قارة آسيا، على مستوى غرب آسيا، على مستوى العالم لمثل هذه الأحداث. بالإضافة أنه يعني هذه المنشآت الآن أصبحت تفيد الرياضة الأردنية خصوصا الأندية، لأنه مثل ما بتعرف كمان شروط الاتحاد الآسيوي ومشاركة الأندية الأردنية لابد من وجود ملاعب ومرافق رياضية على مستوى تلبي شروط الاتحاد الآسيوي وشروط الفيفا، وهذا طبعا يعني بشكل نقلة نوعية أيضا للأندية الأردنية. الدكتور عاطف رويضان مدير عام المدينة الحسين للشباب، الله يعطيك العافية، ويعني وصدقا يعني شيء يعني أصبح مفخر للجميع. يعني بعض يعني في نهاية المقابلة، هل هناك خطط جديدة؟ هل هناك تطلعات جديدة من قبلكم مستقبلية للمدينة الرياضية؟ مؤكد يعني أول الخطط اللي بتوجيهات من معالي وزير الشباب رامي وريكات، إنه يعني وتوجيه يعني تم تشكيل لجنة إله اللي هو كيف نحافظ على ديمومة وصيانة المرافق الرياضية اللي أصبحت الآن إرث واقع إن حتى فعلا نحافظ عليها ونحافظ على ديمومتها، حتى مستقبلا إنه مثل ما حكينا نكون قادرين على استضافة أحداث رياضية مهمة. إذن هي مدينة وليست أي مدينة، ففيها يتسنى للرياضيين الممارسة في ملاعبها كافة رياضاتهم التي نالت العلامة الكاملة لتمتعها بكافة الميزات والشروط العالمية والدولية. فجهود كل العاملين على مدينة الحسين للشباب بدت واضحة وظاهرة للعين عند التجوال في أرجائها. حازم السردي لبرنامج بيت العيله.